أعلنت نقابة الأطباء العراقيين في البصرة عن غلق جميع العيادات الطبية الخاصة والمشافي الأهلية والاستثمارية باستثناء الحالات الحرجة، استنكارا لاختيال الطبيب بديالة أحمد طلال. يقف اليوم وفي هذه اللحظة جميع الطبيبات وأطباء العراق ومعهم جميع الملكات الصحة في كل المستشفيات والمراكز الصحية ودوائر الصحة ومقر الوزارة وحيثما وجدوا ليسرقوا بوجه القتلة والعصابات الإجرامية التي قتلت بدم بارد زميلنا الطبيب الاختصاصي الدكتور أحمد طلال رحمه الله في محافظة ديالى. تعلن نقابة الأطباء عن غلق كافة العيادات الطبية الخاصة والمستشفيات الأهلية والاستثمارية باستثناء الحالة الطارئة، ويشاركنا فيها مشكورين نقابة أطباء الأسنان في العراق ونقابة صيادلة العراق لإيصال رسالة إلى ولي الدم وكافة المعنيين بالتحرك الفوري ولكشف القتلة والقصاص منهم وحماية الأطباء وملكات الصحة جميعا وتوفير بيئة عمل صالحة لهم، وأن هذا الإجراء قد يتبعه إجراءات تصعيدية أخرى إذا ما استمر العنف ضد الأطباء. ونتقدم بالشكر لكافة النقابات والجهات التي وقفت معنا وشاركتنا هذا المصاب الجلل، ونطالب إجراءات عملية بخصوص تسهيل تنفيذ قانون حماية الأطباء رقم 26 سنة 2013 وحماية جميع الملكات. الحقيقة احنا اليوم نتكلم من دائرة صحة البصرة حماية جميع ملكات الصحة. اليوم الجميع معرض للاعتداء، العاملين في المستشفيات وكذلك المؤسسات الصحية، والآن احنا نطالب من خلالكم اليوم تفعيل مخافر الشرطة في المستشفيات الرئيسية في البصرة والعراق. هذه الأرقام قد تكون يعني أقل مما يحدث، لكن بعد سنة 2003 تعرض العراق إلى، بالإضافة إلى نزيف الكبير في دم الشعب العراقي، تعرض إلى نزيف الكفاءات والأطباء بشكل خاص، حيث سجلنا هجرة أكثر من 15,000 طبيب بعد سنة 2003 خارج العراق. الآن مستشفيات دول العالم، بريطانيا وأوروبا وحتى دول الخليج تستفاد من أطباء وخبرات العراقيين.